بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي من جديد. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال، بصحة جيدة إن شاء الله. رجعتكم اليوم وجبت لكم وصفة سهلة بسيطة وتجي لذيذة جدا. هذه الوصفة هي تقدروا تسموها بيزا كوفر ولا فطيرة. إذا راح نبدأ على بركة الله في تحضير هذا البيزا ولا هذا الفطيرة. عندنا كاس تاع ماء دافي، كاس تاع حليب دافي، راح نضيف عليهم ملعقة نتاع خميرة الخبز وملعقة نتاع السكر كما راكم تشوفوا. راح نخلطوا هذه المكونات كامل مع بعض ونزيدوا شوية نتاع الفرينة حتى تحصلوا على خليط بهذا القوام اللي راح تشوفوه معايا كما راكم تشوفوا. راح نخلطوا هذيك الفرينة، راح نضيفوا الفرينة كامل على ضربة، نضيفوا شوية فقط هكذا مباشرة فوق الخليط. تحصلوا على هذا الخليط الثقيل شوية، راح نغطوها ونخلوها تتفاعل مع ديك الخميرة، ومن بعد نرجعوا نكملوا نكملوا الفرينة تاعنا ونتحصلوا على العجينة اللي راح نحضروا بها هذا الفطير زاكوفر. اذا نخلوها نغطوها كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجي نكملوا المرحلة الثانية في هذه العجينة. هذه العجينة راح تمدوها في المملحة تاعكم، تجي خفيفة وهشيشة وتجي رائعة في المعجنة تاعكم. هنايا درت عندي بيض تاع بيضة ضفته على هذاك الخليط والصفار راح تحتفظ به بانتهم به الوجه نتاع هذه الفطيرة ولا هذه البيزا. عندي ربع كاس نتاع الزيت كما راكم تلاحظوا، راح نخلطوا هذه المكونات. وعندي هنا نصف ملعقة ولا ملعقة صغيرة نتاع الملح، الملح يبقى حسب الرغبة دائما. نخلطوا هذه المكونات ومن بعد نكملوا نضيفوا الفرينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية، ما تكونش يابسة بزاف وما تكونش جارية بزاف، تكون هكذا شوية تلصق في اليد. إذا راح نكملوا نغربلوا الفرينة مباشرة ونخلطوا، ومن بعد نخلطوا هنايا بيدينا من الأحسن بان تحصلوا على العجينة ونعرفوا القوام نتاع العجينة نتاعنا. إذا نبقاو نضيفوا في الفرينة حتى نتحصلوا على العجينة اللي رانا باغيين نخدموا فيها نخدموا بها عفوا هذه الفطيرة نتاعنا ولا هذه البيزا تاعنا. نبقاو نضيفوا في الفرينة كيما راكم تلاحظوا، تبعوا خطوات هذه العجينة الناجحة 100% وتجي هايلة في المعجنات نتاعكم. هكذا نستعملوا يدينا حابه نعرفوا القوام تاع العجين كيما قلت لكم، تحصلوا على عجينه هذه العجينه تاعنا تكون شويه تلصق في اليد، تكون طريه بهذا القوام. راح نغطوها ونخلوها تخمر ونروحوا نجيبوا ونحضروا الحشو تاعنا اللي راح نديروه في هذه الفطيره ولا هذه البيزا كوفر. اذا هنايا عندي فيوندا شي ضفت عليه شويه نتاع الملح، نضيف عليه شويه نتاع الفلفل الاسود. هنا تقدروا تستعملوه هكذا بلا ما تطيبوه، تقدروا تستعملوه تقدروا تقلوه شويه في شويه نتاع الزيت عفوا. هنايا بالنسبه هنايا قطعت حبه نتاع بصل وقليتها هكذايا، عندي فلفل اخضر وعندي فلفل احمر. اذا شوفوا العجينه تاعنا خمرت لنا تجي كيما الاسفنجيه هذه العجينه تاعنا. راح نديكازيوها كيما راكم تشوفوا ونعاودوا نغطوها ونخلوها ونعاودوا نديكازيوها مره الثالثه، ثلاث مرات ولا مرتين على حسب الوقت اللي يكون عندك. اذا راح نحطوها هنا على طاولة العمل وراح نقسموها الكورات. هذه الكورات هنا انا درت لي زوج بيزات نتاع كوفر، وعندي بيتزا عادية، زوج بيزات عادية اللي نخدموها العادية. اذا هنايا انتم عينكم هي ميزانكم على حسب البيتزا اللي راح ديروها والفطيرة اللي راح ديروها كبيرة ولا صغيرة ولا تكون متوسطة. هنايا حطيت هذوك الكرات يريحوا شويه، نبقى نحل بشويه الكره تاعنا كيما راكم تشوفوا عادي كيما نحلوا البيزا تاعنا. هكذا نستعملوا الفرينه كي نبداو نحلوا فيها باه ما تلصقناش، ونجيبوا السنيوه تاعنا راح نديروها في الفرن. نديت فيها هنا ورق الطهي باه ما تلصقليش هكذا. بهذه الطريقه شوف العجينه تاعنا كي تكون طريه وتسهل لنا الخدمه بها. وراح نجيب هنا صلصة الطماطم. صلصة الطماطم انا كانت عندي واجدة، انتم تقدروا تحضروها بالنسبة لصلصة الطماطم كامل تعرفوا تحضروها. اذا هذه راح نتهني شوية نتاع هذيك الصلصة، وراح نجيبو هذاك البيونداشي قليت وانا شوية في شوية نتاع زيت خلطت مع هذاك البصل. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا هكذاك خضر ما تطيبوش، راح يطيب في الفرن. اذا راح نرش شوية من هذاك البيونداشي مع هذاك البصل اللي
كنا قليناه وراح نجيبو فلفله خضراء ونديرها هكذا شويه. اذا بالنسبه للمكونات ما تقيدوش بالمكونات، اذا كانت عندكم دجاج حطوا دجاج قطع هكذا صغار، اذا كان عندكم الطون تقدروا تحضروا به هذا البيتزا، اي مكون تفضلوا تحضروا به هذا البيتزا، فلفل زيتون اخضر زيتون اسود تقدروا تحضروا باي مكون عندكم، تقدروا تحضروا حتى بالطماطم والبصل وشويه نتاع الجبنه. هنايا كيما قلت لكم درت شويه نتاع فلفله خضراء فلفله حمراء وضفت عليهم شويه نتاع الجبن. هنا وراح نغطي بالطبقه الثانيه ولا الكره الثانيه اللي حليتها، وراح ندير ثقب هكذا في الوسط باه ما تنسفش معانا كيما نقولوا احنا، ما ديرناش هذاك تنفخش معانا في الفرن، حتى تنفخ ومن بعد ترجع تنفش كي ندير هذا الثقب. هنايا نجيبو هذاك صفار البيض وراح ندهنوا به الوجه نتاع البيزا كوفير هذه ولا هذه الفطيره نتاعنا، وراح نجيبو هنا الزين. التزيين يبقى اختيار، تخلوها كيما هكذا ديروا لها فقط جلجلان ولا حبه سوداء، تقدروا تخلوها هكذا تدهنوها بالبيض فقط، تقدروا ديروا لها بهذه الطريقه. هنا انا زينتها بهذه الطريقه، التزيين يبقى اختياري. وراح نديها الفرن اللي نكون مشعلته من قبل على درجة 180 درجة ولا 200 درجة عفوا. كما تعرفوا بيزا ولا الفطائر هذو يبغوا الفرن سخون، وهنايا هذه الثانية عن نفس الحشو اللي درتو في الاولى درتو فيها، وراح ندهنها بالبيض. شوفوا الاطراف كيفها غلقتهم بهذه الطريقة، وراح نثقبها هكذا في الوسط كيما الاولى، وراح نزينها هذه بالجبن والجلجلان المحمص ولا الجلجلان العادي، اذا شويه تاع الجبن فقط المبشور هكذا. راح نزينوها بالجلجلان وراح نديروها في الفرن راح تطيب وتشوفوا المظهر تاعها الاخير معايا. بالنسبه للفطيره الاولى للبيزا كوفير الاولى والفطيره هذه الثانيه راح يجوا شاش وخفاف، يجوا اسفنجيين، والعجينه تاعهم تجي مقرمشه وتجي بنينه بزاف بزاف. هذه العجينه كما قلت لكم عجينه هايله للمملحات. اذا هذه هي الفطيره تاعنا ولا هذه هي البيزا كوفير تاعنا اللي حضرناها الاولى، تجي روعه تجي خفيفه، تجي عجينه تاعها هذيك رقيقه وهشه وخفيفه ومقرمشه في نفس الوقت، رائعه هذا البيتزا ولا هذا الفطيره عفوا. اذا هنا تشوفوا الفطيره الثانيه ولا البيتزا الثانيه كيف خرجتها، خليتها انا تحمرت مليح في الفرن بالنسبه من الاسفل ومن الاعلى، واحد تجي خفيفه وعلى بالي راح تعجب العائله نتاعك خاصه الاطفال يفضلوا هذا النوع من المملحات خاصة البيتزا. اذا دايما البيتزا العادية راح نحضروا هذا الفطائر ولا هذا البيتزا كوفيرت بهذه الطريقة، اذا تبعوا هذا الطريقة في تحضير هذا البيتزا كوفيرت راح تجي رائعة وتجي بنينة، وخاصة ان المكونات تاعها موجودة في اي بيت، تقدري مستعمليش كامل لا فيونداش لا دجاج، تحضريها فقط بالخضر وراح تعجبهم تجي بنينه بزاف بزاف. اذا هنا راح نقسم لكم جزء من هذا البيزا كوفيرت ولا هذا الفطيره، راح تجي شوفوا البنات كيفاه تجي خفيفه وما تجيش معجنه من الداخل، تجي خفيفه وهشيشه وبنينه في نفس الوقت، خاصه الى كثرت لها الجبن كما تشوفوا انا ما كثرتش الجبن بزاف بصح جات هايله في المذاق، عجبتهم بزاف بزاف. اذا راح تشوفوا الفطيره الثانيه ولا البيزا الثانيه بهذه الطريقه. شوفوا البنات العجينه تاعها كيفاه تجي، ركزوا لي على العجينه خاص الحشو يبقى اختياري. شوفوا البنات كيفاه تجي من الداخل، وقد ما ترقوا هذيك العجينه تجي خفيفه وتجي هشيشه وتجي بنينه. اذا هذه هي وصفتنا النهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها بهذه الطريقه وتعطوني رايكم في لي كومونتير. في الاخير ما عليا غير نقول لكم الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش باللايكات والتعليقات تاعكم المحفزه، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء تعمل فائده. سلام.